النهارده بالليل هيكون قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائيه الميلاد ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده، وهيترأس القداس البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. فربنا يديم على مصر واهلها نعمه المحبه والخير والامن والاستقرار، وان شاء الله يكون عيد ميلاد سعيد على الجميع، وكل سنه وكل مصر في امان واطمئنان وصحه وازدهار، كل سنه ومصر امنه ومستقره، دايما احتفالاتنا باعيادنا مليانه حب وود وطاقة إيجابية زي الطاقة الإيجابية اللي احنا عايشينها من أول ما السنة الجديدة ابتدت. النهاردة إخواتنا الأقباط يا شاذلي هيفطروا بعد صيام طويل. والله أنت بدأت بنقطة كويسة، طبعاً كل سنة وكل أهل مصر بخير وكل الأقباط الموجودين في مصر وفي العالم كله طيبين وبخير. وهي بتتكلم دلوقتي بتتكلم عن الفطار، أنا عايز أقولك على حاجة، أنا عندي واحد صاحبي اسمه مايكل، احنا عشرة حوالي 20 سنة، يوم 6/1 هو بيلبس ويطلع الكنيسه يحضر القداس بتاع الكنيسه، وبعد ما يخلص بيطلع بقى يروح البيت عشان يفطر. انا ببقى قاعد تحت البيت مستنيه يفطر مع اهله فوق، وبعد ما يخلص فطار لازم ينزل لي طبق. احنا بنشوف اعياد المسيحيين والمسلمين كلنا بنحتفل بيها، سواء اعياد الكريسماس او حتى بدايه السنه الجديده او في صحيح. رمضان بنشوف كل مصر بتحتفل بكل الاعياد. ده حقيقي، طبعا كل سنه وكل الناس طيبين وبخير، المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المساره، ربنا دايما يجعل ايام مصر كلها اعياد. الحقيقه ان الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بدات من امبارح، احتفلت الطائفه الانجيليه في قصر الدباره وسط اجراءات احترازيه مشدده لمنع انتشار فيروس كورونا. والحقيقه انا كنت موجود امبارح بالمناسبه في هذا الاحتفال، وكان في تاكيد وانت داخل قصر الدباره على الالتزام طبعا بالاجراءات الاحترازيه ولبس الماسك، وكان في كمان يعني استغلوا طبعا هذا الجمع وبداوا ينصحوا الناس. القس الدكتور اندريه زكي رئيس طائفه الانجيليه بدا ينصح الناس بان هم ياخدوا الفاكسين. قال احنا السنه اللي فاتت واحنا بنحتفل انا كنت واقف بتكلم وبكلم الكاميرا قدامي، فكون ان الناس موجوده دلوقتي وبنحتفل وشعب الكنيسه بيحتفل والناس فرحانه، فدي طبعا حاجه كبيره جدا ان احنا نرجع تاني. وقال ان الفاكسين ده عطيه من عطايا ربنا، نعمه كبيره موجوده طبعا دلوقتي، لازم كل الناس، قال احنا هنستغل هذا الجمع وندعو كل الناس اللي موجوده ان هم يروحوا ياخدوا الفاكسين. فربنا يجعل ايامنا كلها خير، واحنا كمان بنقول للناس يا ريت تسارع وتاخد الفاكسين. احتفالات طبعا مستمره لحد بكره ان شاء الله 7 يناير. كل سنه وكل مصر وكل اهل مصر طيبين وبخير، بنصبح على حضراتكم مره تانية واهلا بيكم، حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.